في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان، وصل رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى الدوحة آتيا من القاهرة التي حط فيها ليلة الأربعاء. زيارة بيرنز تأتي في إطار محاولة اللحظة الأخيرة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق في شأن غزة. صحيفة معاريف قالت إن من المرجح يصل بيرنز إلى تل أبيب لاحقا لمتابعة مشاوراته.